بأرقام وتعاليق. سجل معرض باريس للصناعات الغذائية أرقاماً قياسية جعلت منه أكبر صالون دولي لعرض الغذاء والصناعات الغذائية. فقد زار المعرض 150 ألف زائر، وحضره خبراء في عالم الأغذية من 200 دولة و 6500 عارض من 105 دول، وتم عرض 2775 منتوج جديد، وأقيمت 150 محاضرة وندوة. هذا المعرض هو كبير، هو معروف في العالم، هو كل سنة يجوه قاع الناس من العالم، هو معروف في كل في الصناعات الغذائية هو معروف، وأنا كممثل لشركات عالمية نشوف بزاف فيه ديز اوبورتونيتي للمستثمرين وليزون دافير، فيه كثير من ورجال الأعمال، كثير من الفرص الاقتصادية. très ravi donc d'être présent à ce rendez-vous mondial de des professionnels de l'agroalimentaire et donc aujourd'hui le salon a ouvert ses portes et كما راكم تشوفوا إقبال كبير et depuis déjà quelques heures nous enregistrons beaucoup de demandes de la part de professionnels qui s'intéressent à nos produits et à notre marque. Nous sommes également ravis d'être là mais aussi d'exporter le savoir-faire algérien, le savoir-faire industriel algérien. أين الجزائر من كل هذا؟ وهي البلد الأكبر في إفريقيا والقريبة من فرنسا والأسواق الأوروبية. المنتج الوطني في باريس اليوم، حتى جينا يعني من المطار جينا دقنا طعام الجزائري اللي راه هنا كاين بزاف ناس لا يدوقوا، وخاصه الجروب بن عمر اللي نشجعوه لان واحد من زملاء نتاعنا، وهذا منتج من المنتج الوطني اللي لازم نزيدو نشجعوه، راه يخدم وراه يعني الاعلام تاع الجزائر راه مرفوض هنا في باريس. كاين بعض من المنتجين اخرين، ولكن هذا اكبر ستاند اللي راه هنا، اكبر ستاند حتى في مع المنتجين والمنافسين الدوليه، راه يعني بارمي لي غرون. واليوم احنا جينا باش نزيدو نشجعوه ونقولوا له رانا موجودين معاك، وحنا من ارجل الاعمال رانا غرنا حبينا نزيدو ونزيدو باللي الاعلام الجزائري يزيد يطلع اكثر ويكونوا مؤسسات اخرين اكثر دي باش نشجعوا الانتاج الوطني. اربع مؤسسات جزائريه مثلت الجزائر في هذا المعرض الدولي، كان اكبرها في هذا المعرض مؤسسة عمر بن عمر، ليس ضمن المشاركة الجزائرية فحسب، وإنما عبر كل الصالون. كان إيجابي جدا، حيث أن من الارتياسات جاونا يعني التقنية تاعنا أن نخبو الجزائر أحسن فيها، فلهذا يعني حبينا باش يكون عندنا يعني صورة جميلة، عندنا ستوند كبير. هو اكبر معرض تاع لاغو اليمونتير في العالم، ولازم نكونوا موجودين فيه معنا باش نقابلوا لي كونسوماتور، نقابلوا لي فورنيسور، ونقابلوا كامل الناس كي كونت في لو مارشي هذايا. و معناها سي كيك شوز دو امبورطون لينا باش نكونوا بريزون. يعني درناه باش نخليو المنتوج تاعنا باش نشوفوه كيفاش يعني الناس كيفاش يقيموه، وبالك حنا كيفاش قادرين نصدروا، لان نصدر يعني باش نكثروا يعني التسليه تاعنا لما لا في اوروبا. باش نقول لك هذا المعرض يعني معرض نجاح يعني 100%. اكتسبنا صفقات جديده، رانا نصدروا دروك لنيجيريا، نيجيريا لافريقيا. عندنا مشروع مع دول اخرى، مع مدغشقر، مع البنين. صالون يعتبر اكبر صالون على مستوى العالم، هو شرف لنا
كجزائريين أولا وقبل كل شيء، لأننا نعتبر أنفسنا سفراء لبلدنا الجزائر، وخاصة إذا اعتبرنا أن هذا لستان اللي نحن الآن متواجدين فيه يعتبر أفضل وأحسن وأكبر ستان على مستوى الصالون، وهذا بشهادة كل الزائرين وكل المهنيين وخاصة كبار المسؤولين. جناح بأربعمائة متر مربع جاء على شكل خيمة بيضاء كبيرة زارها الآلاف من الزوار. ضعفنا المساحة على المرة السابقة على النسبة على المرة هذه المرة اللي فاتت، وكنا وزير الفلاحة يعني حتى الذي قال اسمه وزير الفلاحة يعني التصريح بتاعه كان قال هذا يعني سي بلو غرون ستوند بلو غرون سالون انترناسيونال، يعني أكبر جناح في أكبر معرض للمواد الغذائية في العالم. هذا شرف يعني الجزائر، شرف لنا أن نمثل الجزائر أحسن تمثيل، أن الجزائر يعني بصفتها يعني أكبر دولة في أفريقيا يعني لازم تكون مثل أحسن تمثيل. إن شاء الله السنوات القادمة نحاول أن تكون إن شاء الله الشركات الجزائرية يعني طبعا باقي الشركات الجزائرية يعني كاين وكود انتربريز كي اكسبورت ولاجيني، فان شاء الله تكون يعني الجناح تاع الجزائر يكون يعني ان شاء الله احسن جناح في المسيره القادمه. من بين ابرز الضيوف زياره وزير الصناعه الجزائري. سجل حضوره ولقائه بالمسؤولين الفرنسيين. نفتخر أن نلقى شركة جزائرية في هذا الحجم وهذا المستوى وفي هذا النوع الجدية. يعني اليوم مجمع بن عمر أصبح مجمع على مستوى الدولي، وراك تشوف الستوند نتاعو يبين هذا ويأكد أن التقدم نتاعو والحجم اللي خذاه في الجزائر ودركا إن شاء الله على مستوى الدولي يبين باللي هذا المجمع راه ماشي في الطريق صحيح. وعندنا يعني في النظرة نتاعنا عندنا شراكة معاه مع وزارة الصناعة والمناجم، عندنا شركة معاه في اللي انطلقنا فيها وإن شاء الله راح نزيد نكثفها في المستقبل. ماهيش الصناعة وزارة الصناعة اللي تقدم مساعدات، القانون هو اللي يقدم مساعدات. يعني نظام الاستثمارات في الجزائر اللي رانا نطوروا فيه اليوم هو عن طريق اللي رانا نساعد في المستثمرين وفي الخواص وفي القطاع العمومي أيضا. لما ننظر على المسيرة نتاع مجمع بن عمر تفهم مني لما تكون الإرادة عند المستثمرين حتى المساعدة اللي تجي من الدولة تصبح استثنائية. شكرا. C'est très important que l'Algérie puisse investir en France. J'espère qu'on va bouger. Oui. Ça a pris beaucoup de temps. زيارات لأعلى المسؤولين في هرم الدولة الفرنسية، فمن الرئيس فرانسوا هولاند إلى رئيس الوزراء إيمانويل فالس إلى ستيفان لوفول وزير الزراعة الفرنسي الذي تحدث للشروق نيوز. نقل المهارة والخبرة مهمة جدا، وفرنسا تحوز على إمكانيات كبيرة في هذا المجال لا سيما فيما يخص الزراعة والصناعات الغذائية. الجزائر أيضا لديها قاعدة صناعية وإمكانيات هائلة في هذا المجال، وأعتقد أن تعاوننا سيطور هذا المجال أكثر، وهو ما سيساعد اقتصاد بلدينا في رفع حجم التبادلات والتصدير نحو الخارج. لقد تحدثت في هذا المجال مع السيد وزير الصناعة والمنجم عبد السلام بوشوارب والرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر من أجل توثيق التعاون. إن فرنسا هي البلد الثالث في العالم من حيث تصدير المنتجات الغذائية المصنعة والأولى في أوروبا، وأعتقد أن التعاون سيكون مثمر في المستقبل. وزير الصناعة الفرنسي الأسبق أرنولد موتنبرغ ضيف من ضيوف مؤسسة بن عمر، يؤكد أن المؤسسة تتطور وهي نموذج يحتذى به
ويمكن الاقتداء به في انتظار نقل الخبرة والمهارة الفرنسية في صناعة الغذاء. أولا لقد تذوقت طبق الكسكسي في جناح عمر بن عمر، وهذا الطبق يمثل ثقافة وشعارا يجمع بين ضفتينا، كما أنه يمثل فكرة اقتصادية يمكن أن نتقاسمها بين الجزائر وفرنسا. فالعلاقات بيننا إنسانية ويمكن تطويرها أكثر فأكثر. لقد زار المعرض الرئيس فرانسوا أولاند، وزاره الوزير الأول ووزير الفلاحة الفرنسي، وهذا دلالة على أهمية المعرض. لا يفصل بين جناح إيطاليا ومعكرونتها الشهيرة وأطباق السباغيتي وبين جناح بن عمر إلا مسافة قصيرة، وكأنها تشبه نفس المسافة بين الجزائر وروما، لكن شتان بين الأمس واليوم. فالعجائن الجزائرية صارت في متناول الجميع ومفضلة لدى العائلة الجزائرية. منتوج بلادنا أصبح الآن ينافس بكل قوة وبكل جدارة كل المنتوجات، منتوجات كبار المؤسسات المتواجدة على مستوى العالم. وهذه شهادة ليست شهادة الزائرين البسطاء، بل هي شهادة كبار المهنيين وكبار المؤسسات التي تعتبر رائدة في مجال المواد الغذائية. احنا كرجال اعمال احنا رانا كومبيتيف، ولكن قلت لك لازم مراثق. احنا رانا عندنا برودوي لابيل اوروبيا امبري افريكا، نقدروا علاش نحوسوا على غير اوروبا؟ نقدروا ناكلوا كاع لافريك، نبعثوا لها كاع الافريك، والدوله ترافقنا واحنا رانا موجودين رجال اعمال. احنا لازم اولادنا يخدموا في المؤسسات تاعنا. هذا هو المسألة. الناس كل جات عندنا داقت الكسكسي، قلنا دا الكسكسي تعملنا دا، قلنا لهم الجزائر الجروب بن عمر الأجانب، وجاونا الجزائريين وجاونا من كل دول العالم. دوزوا الكسكسي تاعنا وعاد يتباع في العالم كامل. مشاركة عمر بن عمر هي دليل على أن الماركة الجزائرية أو الصناعة الجزائرية لها القدرة أن تعمل وأن تشارك وأن تكون محل اهتمام حتى الأوروبيين. وأن هذه المشاركة الثالثة أثبتت أيضا الجودة. والله إقبال كبير على مادة الكسكس، وحتى من الصينيين اللي يهتموا ويطرحوا أسئلة على المنتوج وطريقة التحضير، ويعني بصراحة يعني طلبوا إنهم يشوفوا مع مسؤول التجاري، وحابين يعني يشوفوا ما هي الإمكانيات، إمكانية التعامل مع المجمع على المنتوج. كيف كان نجاح مؤسسة بن عمر التي تمثل وجها لتحقيق تجربة جديدة للقطاع الخاص للاقتصاد الجزائري؟ يعني القوانين ان
on investit في الأوروب في فرنسا on sera déjà présent sur le marché donc on va répondre à une demande qui existe parce que nous on n'arrive pas à répondre aux demandes des consommateurs des grossistes on le reçoit aujourd'hui tout le monde peut prendre le produit mais nous on sélectionne les meilleurs distributeurs et pouvoir être juste présent. نصائح هنا للمؤسسات الجزائرية أنه يجب الثقة في القدرة على المنافسة وأيضا تطوير الجودة والإتقان وهذه هي عملتنا الصعبة وأن نكون عند حسن ظن الزبون أو المستهلك. العامل اللي يعمل عليه المجمع بن عمر في تطوير المنتوجات وخاصة في ميدان المواد الغذائية نحن نعمل بكثرة ونعمل بكل قوة في تحسين النوعية بالتالي بالنوعية هي التي نستطيع بها أن ننافس المؤسسات الأخرى المتواجدة على مستوى العالم. أين موقع الجالية الجزائرية في استراتيجية مؤسسة بن عمر لتوسيع دائرة استهلاك المنتوج الجزائري عبر فرنسا خصوصا وأوروبا عموما؟ الجزائري اللي يجيو كل حتى يعني تروح بعيد حتى المغاربه والكوانسه كي يجيو يقول لك هذا شرف لينا انه الوطن العربي يكون ممثل يعني احسن تمثيل بالمنصب تاعنا اليوم. وطبعا عارفوا انه اليوم كاين تقريبا 5 ملايين جزائري في فرنسا يعني فرنسا يعني سوق كبير للمواد الغذائيه وخاصه الكسكس والعجائن الطلب راه هو اكثر من العرض اليوم رانا ماناش قادرين بسم الله يعني عندنا الانتاج نتاعنا غير كافي في السوق الداخلي فعندنا دائما نسبه نخليوها للسوق الخارجي يعني باش تكون يعني فيها ناكدو بريزونس يعني متواجدين في الخارج وحنا رانا يعني شوازي يعني سوق امتياز يعني مارشي دو بريميوم يعني برودوي بريميوم يعني سي ان برودوي دو باس لكن احنا تمنينا مقابله نوعيه. أمثل مجمع عمر بن عمر في الأسواق الأوروبية كدول بنيلوكس بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا بالخصوص وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. لقد استثمر مجمع عمر بن عمر الكثير من الأموال والخطط لتطوير تواجد المؤسسة في داخل الأسواق الخارجية. نحن نتواجد هنا للمرة الثالثة وقد شاركنا في العام 2012 بجناح معتبر، لكن هذه السنة هي الأحسن بامتياز نظراً لتمثيلنا للصناعة الجزائرية بجناح هو الأكبر في المعرض. إننا نطور نسق العمل في الكثير من الأشياء كالتسويق واللوجستيك والإنتاج والنوعية والكم في ظل تطابق المنتوج مع المعايير الدولية. مجمع عمر بن عمر يسير بخطى متأنية لكنها جد مدروسة من أجل الظفر بصفقات جديدة وشركاء جدد. لقد سنحت لنا الفرصة اليوم بعرض منتجاتنا في أكبر صالون للغذاء بالعالم حيث يتواجد عدد كبير من المهتمين بالصناعات الغذائية. صحيح أننا نركز على السوق الداخلية لكننا منذ سنوات بدأنا بتطوير استراتيجيتنا الجديدة لفتح أسواق جديدة في الأسواق الخارجية خصوصا في أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين. نحن نعي خصوصية كل سوق لكن نحن نطور خبرتنا في هذا المجال فهذا ليس سرا حيث ضاعفنا توزيع المنتجات بفرنسا ونحن نتمنى توسيع نجاحاتنا على مناطق عديدة لا سيما حيث تتواجد الجالية الجزائرية بالمهجر. الهدف الأول نتاعنا هو تلبية احتياجات السوق الوطني ثم بعد ذلك نشوف كيفاش أن نقدر نلبي وكذلك حاجيات وطلب المتزايد من الجالية المتواجدة في كل أنحاء الوطن وخاصة في أوروبا. ما هي الخطة لتطوير المنتوج وفتح أسواق جديدة
عبر دول إفريقيا وأخرى شرق أوسطية. والله ممكن نتكلم على اخر حاجه اللي حطرح على السوق الجزائريه اللي هي المخبزه الصناعيه اللي دخل طور الانتاج من خلال فتره قصيره، وان شاء الله حتكون منتجات اخرى جديده سواء من ناحيه من طرف مصنع المصبرات او من خلال منتجاتنا. سي فري كلا بوبولاسيون لي كونسنتري سور ليسباس فرانس. استراتيجياتنا المستقبليه الخاصه بالجاليه الجزائريه تركز على فرنسا، لكن الرئيس المدير العام لديه نظره من اجل توسيع التوثيق والتوزيع في كامل ارجاء العالم وأوروبا على الخصوص. أعتقد أننا في مجمع عمر بن عمر نهدف لتطوير تسويق الكسكسي المطلوب كثيرا في أغلب دول العالم، وصار سلعة مسجلة باسم الجزائر، ولذلك أمامنا تحدي من أجل تطوير النوعية والجودة. إسدال الستار على معرض سيال 2014 باحتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى 50، وفي انتظار عام جديد ينتظر أن تتطور المنتوجات الجزائرية أكثر من أجل خلق التنافسية. ومع ذلك فقد سجلت مؤسسة بن عمر النقطة كاملة لمؤسسة جزائرية فضلت أن ترفع العلم الجزائري على أكبر جناح في المعرض الدولي للغذاء في العالم. صحة الإنسان من صحة الغذاء، وهكذا يسدل الستار على أكبر معرض للصناعات الغذائية. منفذ الشروق نيوز إلى باريس، فتح المحنط.